يلا بينا. السؤال الأول بيقول إيه هو النادي اللي بيلقب بزعيم الثغر أو سيد البلد؟ الاتحاد السكندري. ده من قبل الـ 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 الاختيارات ومن قبل أي حاجة. أنا ما تحيتش الشغل. طب أنتم موافقين؟ أنا ما عليش فكرة. أوكي كده أنا هاخد الإجابة منه. هو أنت عارف؟ لا يعني زي ما اتحاد السكندري. اتحاد السكندري اجابه مظبوطه. يلا ما تبقى تتفائلش قوي عشان الاسئله اللي في الاول تبقى سهله. عشان بس حلو يعني جاوبني حاجه. السؤال الثاني انا بعد كده لو حتى الاجابه غلط انا هبتدي اتعامل معاها ان هي الاجابه النهائيه. ففكر كويس قبل ما تقولها. اوكي. الفيلم من الافلام اللي جايه دي اللي ما اتعملش منه جزئين؟ ولاد رزق، الفيل الازرق، الجزيره، كازابلانكا. معاكوا 20 سنة. كازابلانكا. إجابة صح. مظبوط. كده أنتوا كسبتوا المكوة. شفتوا الموضوع سهل إزاي؟ يلا عمر قوم اعمل الرد. يلا أنت ممكن تاخدها بقى. يلا. دي خلاص بتاعتك. دخلها على جوه ولا تسيبها هنا؟ خليها هنا. خليها يعمل لهم الرقصة بتاعت الفوز. امسك الكرتونة. اعمل الرقصة بتاعت الفوز. رقصة الفوز. ورينا رقصة الفوز. ورينا رقصة الفوز. يلا يا عمر. يلا يا عمر. يا ولد يا جميل. ندخل على المرحلة الثانية. يلا بينا. طلع لي البوتاجاز بسرعة.